نسائيات دامية اللي توجه معنا اليوم، الشكر كذلك للهيئات التربوية والتعليمية. اليوم كنعقدوا ندوة لقاء اللي كيجمع واحد المجموعة ديال الأطراف اللي ساندتنا في هذه المبادرة، لأنه هذه الندوة هي فقط مرحلة في إطار مبادرة اللي كان فيها عدة مراحل قبل. كانت المرحلة الأولى هو أنه قدمنا مذكرة للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مدرسة المساواة، مرفقة بملف وثائقي اللي فيه أننا أكيد كنسجلوا بأنه كانت عدة مبادرات ديال وزارة التربية الوطنية، ولكن كتبقى الأثر المبادرات ضعيف، بحيث أن المدرسة حاليا ما زالت ما كتلعبش الدور ديالها في محاربة الصور النمطية، لأنه كاين تضارب كبير من مادة لمادة، من أستاذ لأستاذ، من مدرسة لمدرسة، من أكاديمية لأكاديمية، ما كاينش واحد العمل اللي هو مؤسساتي. وهنا فاش الأطراف كلها اللي كتساندنا في هذا الملف كتلتقي حول هذه المسألة المؤسساتية، سواء الوزراء السابقين اللي وقعوا تصريح اللي كيساندونا في هذه المبادرة، وكذلك هيئات ديال التدريس، هيئات التفتيش، النقابات الأكثر التعليمية الأكثر تمثيلية، مجموعة ديال تقريبا 150 جمعية وشبكة ديال المجتمع المدني من جمعيات حقوقية نسائية تنموية اللي كتنادي بأنه الفرصة سانحة الآن أن نوقفوا هذا التضارب حول المسألة ديال المساواة، وأن المدرسة تنتقل من أنها تكون مؤسسة لإعادة إنتاج الصور النمطية المؤسسة اللي تبنيني للمساواة داخل بلادنا، علما بان المساواه هي الاساس ديال التقدم والتطور ديال بلادنا. هذا اللقاء ديالهم ينظم في اطار الترافع التي تقوم به الجمعيه من اجل ادماج المساواه وثقافه المساواه في المنظومه التربويه. بالفعل هذه المساواه كنوجدوها في النصوص الى اخره ديال المنظومه التربويه، كنقدروا نوجدوها حتى في البرامج، ولكن تبقى مساله ديال التفعيل محتاجه لإعادة النظر في كل هذا. لماذا؟ لأن هذه المسألة ديال المساواة يجب بناؤها من جديد في إطار مدرسة تسودها ثقافة المساواة من خلال ممارسات القائمين على التربية، من خلال الإدارة، من خلال البرامج إلى آخره. يعني ثقافة المساواة ليس فقط على مستوى الكلام والخطابات، وليست فقط على مستوى المضامين في والمناهج التربوية، ولكن كذلك في على مستوى الممارسات، حيث تصل إلى أو تصل إلى الهدف الذي ننشده، هو أن يدمج المتعلم والمتعلمة هذه المساواة في إطار تنشئة التي تقوم بها المدرسة، وليس هي فقط التي تقوم بالتنشئة، كذلك الأسرة. ولماذا المساواة؟ لأنها أساسية في إطار بناء مجتمع يسوده العدل والديمقراطية. مثلا في التصريح ديالهم على أنه هناك تجارب ومبادرات سابقة لسان فيها العديد منا، يعني